حتوسه بتجرف. ونزل منطقه دي من زراعات برتقان وسفندي وكلام من ده. بقت الميه انت عارف البرتقان والسفندي مش اشجار عاليه على فكره. فبقى لغايه ما تيجي يعني مثلا الارتفاع متر ونص الميه بقت موجوده. إيه احنا الطلب ده بقى مش قادرين نمد ذخيره ان الكتيبه الدول اللي في عند ثغره انسحبوا. فجري وراهم الصعيد كده. لكن لما دخلوا في منطقه الزرع بقى ده في جنوب الاسماعيليه. لما دخلوا في الزرع والميه بقت جايه لهم كده فوق الصدر. شجر مغطيهم والارض تحت طينيه الصعيدين وقفوا. فقدرنا ايه يعني كانت الجزء ده دفاعا عن جنوب وجت بعد كده قوات صاعقه برضه في العمليه في القتال في المنطقه دي بحيث انك انت هو حس انه ما قدرش ايه هو كان هدف الرئيس الشارون حاطط انه يحاصر الجيش الثاني مش الجيش الثالث. لما لقى مش قادر وخصوصا ضرب له كام دبابه وحب ب23 يعني في المثلث بتاع طابو عطوه دي حس ان المقاومه هنا هتكون هيخسر كتير فقام نزع على الجيش الثالث غير اتجاهه يعني. يعني فدي دي الفتره لغايه وقف اطلاق النار. انا تخيل بقى عزل قائد اللواء في الموضوع ده واتقال لي بقى انا كنت رجعت انشاص يوم 24 تعال خد القائد اللواء الجديد سلمه اللواء سلمه اللواء واقعد هناك. كان في ظابط جه بدالي يومين قال لا يرجع وانت يعني كان الحمد لله انا كنت متميز شويه في الحته دي. على فكره بعد كده اعطي الراجل القائد اللي هو ده حقه وتعديت الامور اللي اتعزل ده كوفي وخد قد افتكر. هل ممكن كان ممكن تجاوز مساله الثغره في ذلك الحين؟ بص السبب الرئيسي للثغره التطوير. انت منطقه غرب البحيرات المره كانت هي مكان الفرقه 21. انت سحبتها في التطوير 14 عشان تخش من خلال راس كوبري الجيش الثاني عشان تعمل تطوير والمكان ده بقى اصبح فاضي. فهو خد الفاصل ما بين جنوب عشان كده كان بيزق الجيش الثاني يطلعه لفوق عشان يعمل معبر في الضفه فوق على طول بحيره مر على طول اول يعدي وتبقى المنطقه دي فاضيه. هو كان طبعا هدفه اساسا انه ضرب الدفاع الجوي. استخدم تكتيك وحدات صغيره مدرعات. نعم. لكن صراحه خدعنا في حاجه بقى. كان يجي انت بتطلع طيران تستطلعه يجي بالليل لاول مره تعرف انه بيلم اللواء كله جوه عارف في مطار ده في صوار في هنجر بيوقف كل دبابات جوه جنب بعض. يعني واحد اكتشف كده كان عزقه بالمدفعيه لكن كان بيخبيها بالليل كده. يجمعهم تقف جنب ما حدش يتخيل في عمليات ان تجمع قوات كده وبالنهار ده يروح يمين ده شمال جماعات صغيره تضرب دفاع جوي فيعمل ثغره. ما بيعمل ثغره دفاع جوي ده بقى زي حلقات متداخله مع بعض. ما بيعمل ثغره تفك فيها يبقى الطيران العدو هيخش لك من الثغره دي ويضرب بقى القوات يلف ويضرب ويعمل كلام من ده يعني. فدي كانت هدفه الاساسي بيها وابتدى تزود كل شويه بيزود القوات جوه عشان عنده قدره وهكذا يعني. انتهت الحرب وطبعا وتم وقف اطلاق النار واتفق على فصل القوات ثم انتقلنا الى الوضع السياسي. الرئيس الراحل انور السادات بدا يتحدث عن امكانيات السلام و السادات اتحدث عن السلام اول رساله 16 اكتوبر في مجلس الشعب اما قال احنا نعم. قادرين على نضرب العمق بتاع وصواريخ لكن احنا بنرضع نفسنا بانفسنا. نعم. واشار لموضوع اتفاقيه جنيف والسلام ونخش في مباحثات السلام. قبل الحديث عن السلام كان هناك الكثير من المشكلات التي واجهها الرئيس انور السادات على الساحه السياسيه كما ذكرت اليساريين مما اضطروا لاطلاق التيار الديني للتغلب على يعني كان في محافظ اسيوط لزومه الدينيه محمد نعم من غير اسماء يعني نعم على التيار اليساري ثم جاء تحدي ما سمي في ذلك الحين مراكز القوى وثوره التصحيح. يعني انت عايشت هذه الفتره عن قرب كيف تقيم ما حدث في ذلك الحين؟ شوف انا دايما يعني
اكبر خطا انك تستعين بقوه غير الرسميه بتاعتك غير الرسميه. نعم. انا دايما بشبهها كحدث كده كتير، عارف اللي عجبه نمر صغير كده وده شبل وبتاع فخده يربيه في بيته لما كبر كاله. هذا ما حصل فيها. ما تستعينش بكده. بص حتى في التحرير لما يبقى ضد محتل هتلاقي الجبهات التحريريه، يعني مثلا زيمبابوي في عزاب وزانو الاثنين كانوا ضد الانجليز لما اتحررت روديسيا زمان اتحرروا الاثنين شبكوا مع بعض لكل واحد لانه دايما يقول لك ايه فين نصيبي؟ انا شريك في الحريه والاستقلال، فين نصيبي؟ عايز جزء من الكعكه. الخلاف نفس اللي صاير ده ما بتدخله بيبقى عايز بقى يحس ده انا اللي سندتك، ده انا اللي عملتك، في حقي فين؟ تقول له قلت له خد ده، لا انا عايز اكتر، وهكذا. دي الخطا اللي يحصل دايما. يعني ما خدوا الاستقلال اقبال على جناح، يعني ده بتاع المسلمين والهنود، على الرغم ان غاندي حاول يصنيع عن الانفصال. ما فيش فايده، لازم الشركاء دايما لما يجوا في الموضوع بعد ما بيحصل اي استقلال تبتدي كل واحد عايز ياخد حقه. انا قلت انا شريك معاك وبتاع، فبيحصل دايما الخلاف في الدول. لو اليمن الجنوبي الجبهه الشعبيه وجبهه التعليم وهكذا، يعني دايما الخلاف في الموضوع ده موضوع. لكن انا بتكلم بقى على اللي بيستعين باي عناصر غير نظاميه في نظامه. لكن الرئيس السادات كان يعني كان هدفه استراتيجي في اعتقادك ان اطلاق التيار الديني انه يواجه ازاي التيار الشيوعي او بيعتبره تدخل. هو طبعا الشيوعيه بمعنى الشيوعيه ما بقاش موجوده في العالم كله، يعني هي مفترض اشتراكيه متقدمه شويه، انه اليسار اللي كان شايف واقف ضده باستمرار، فانه يستعين بقوه ثانيه تقدر تعمل. بس دي مخاطره طبعا، هو دفع ثمنها في الاخر الحقيقه، يعني اعتبارا من احداث 74 بعد التكفير والهجرة إلى صالح سرية سنة 79 برضه بتاعت الكلية الفنية العسكرية، محاولة يدخلوا ياخدوا السلاح وكان من ده اللي فشلت وهكذا لغاية ما حصل. فدايما الاستعانة لما تفتح الباب ده، ده خطأ كبير جدا، ده إياك أن تلجأ له. وكان النتيجة أنه دفع ثمنه حقيقة يعني. لكن هو حتى كمان بالرغم أمال رئيس السادات على في السياسيه، يعني موضوع الانفتاح ده لم يرتب له بصراحه. انفتاح الاقتصادي تقصد؟ مرتبلوش. فعمل انقلاب في تكوين المجتمع مفاجئ، ما كانش حد متحضر له. بقى عشوائي. ودي يعني في ناس بقى اصبح متضرر فيها، يعني اللي كان شايف نفسه انه وضعيه مكانه متوسطه كويسه، لا اللي تحت اللي كان تحت اتقلب بقى مش عارف راكب ايه وهو مش قد ايه. طبعا بتعمل شروخ في المجتمع، الموضوع مش منظم كمان. وبقت الفساد والهدف، شوف مشكله انك انت تبقى هدفك جمع المال، لكن الدول الثانيه بتدي هدف اجتماعي. يعني مثلا فرنسا في انجلترا ايه يقول لك اللورد سير منح فلان وفلان السير. هو كلمه سير يعني سيد، يعني رسمية، أو الفارس مش عارف إيه، مكانة اجتماعية. لكن ما بقاش كل هدفك فرنسا الكونت مش عارف إيه. حتى الروس كان يبدأ وسيمة بطل الاتحاد السوفيتي مش عارف إيه، أو وسيمة حتى في الرياضة في الثقافة في النوت حاجة مش المادة. طبعا الروس المادة ما محدودة، لكن لو أنا بص على أساس إن إذا كنت عملت انفتاح وتبقى زي الغرب ما تبقاش معك إيش تسوي قرش. دي نقطة خطيرة جدا. كان غير مناسب. هو كان يهدف للانفتاح على العالم سياسيا واقتصاديا بعد ما ترك. هو طبعا عارف ان الوضع الاقتصادي كان بقى سيء جدا عندك، صعب يعني، فكان عايز يدي فرصة انه يفتح عشان ياخد، ولكنه لم ياخذ في الحسبان في المجتمع. ولاحظ انه بالرغم انه كان موقفه في الاول من 73 و74 70 مع العالم العربي كان كويس، لكن طبعا حكايه زياره القدس هي اللي عملت مشكله. زياره القدس بقى مع العالم العربي. طيب قبل زياره القدس، مساله ثوره التصحيح او القضاء على مراكز القوى،
هل كان من الممكن التعايش مع هذه هم أخطأ خطأ كبير جدا السياسية أم أنه كان لم يكن أمام السادات سوى الإطاحة بها؟ على فكرة هم اللي قدموا مقدماتها. يعني بص واحد زي ما يكون كده اداك السم قالك ادهولي حطهولي في كوبات ماء. لانهم تخيل ست وزراء ده برضو عشان كده انا بسميها مصر المحروسة. يعني اللي ماسكين عصب وزير الدفاع الحربية وقتها اسمه وزير حربية الداخلية الاعلام انا مش فاكر اول لان دول اهم حاجة عندنا نعم. رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الشعب لبيب الشقير يعني العصب كله بيقدموا استقالتهم في اعتبار انه يوقع البلد مع ان هم لو كانوا عايزين يقلبوا هم قاعدين في الحكومة وفي الحكم كان اسهل لهم فلم يا ليسي يا ناصر لمهم على طول يعني بغير العمور كانت واضحة وصل انه هو عاملين زي اللي حاطين قيد في رجليه بالرغم انك انت لاحظ قبل 73 كيف فترة علي صبري كان ليه دور كبر واضح كان بيحاول رسالة للاتحاد السوفيتي شوية يعني كده لكن انك انت عايز هم مفترضوا انه احنا يعني سهلنا لك انك تبقى رئيس جمهورية احنا لو وقفنا معك عشان تبقى رئيس جمهورية فعايزين التمن تسمع كلامنا بقى والكلام ده طبعا هو بصراحة كان اكثر دهاء منهم كتير حبوا يتعشوا بيه يتغدى بيه الانفتاح الاقتصادي الانفتاح الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه ده غير منظم للاسف برغم انه كان ممكن تكون دباعيه حقيقيه والهدف منه كان طايح بس كان ممكن لازم تمهد له تنظيميا تشريعيا يعني تعمل كده بحيث الارضيه تقوم هتخش عليه لكن انت تفاجئ الناس بخبر الرئيس السادات اصبح يؤخذ عليه انه سياسه الصدمات صحيح انت عايز تقول عليه انه صاحب فعل احنا عشنا بعد كده 30 سنه على رد فعل لكن صاحب الفعل بس برضه مش في كل وقت ممكن في السياسه الخارجيه لكن لازم اللي معاك حضرني عشان ابقى معاك يعني ما تفاجئنيش لكن العالم كان بيجري ورا رئيس السادات في قراراته ليه هو سابق هو كان اللي بص نعم. انا بعتبر انه قاعد 18 سنه حسب المسرح الدولي والظروف وكان بقى ليه راي انه لازم زي ما قاعد ابتدى يقول لك بعد حلول الورق كله 99% في قد